الله الله على اسمنت الجنوبية. الله يعني اسمنت الجنوبية ممكن نفس فكرة اليمامة والعربية، لكن تعالوا شوفوا هنا نفس الفكرة تقريبا، اشبهوا بعض في تحليلهم. لو جينا الآن في الجنوبية رسمنا قناة صاعدة، والله أذكر في تحليل لي سابق للعربية والجنوبية إني ذكرت هدف الجنوبية ممكن يكون قريب 90، لما كان الجنوبية مخترق كم 77 ريال قمة ما قبل كورونا، ومتوسط 200 والمية، وراح الأفندي من بدري ما في شهرين ثلاثة وراح وصل قريب 90 وسجل 91.20. عرفتوا ليش هو تراجع؟ تعرف إيش بيسوي هو القصيم دحين؟ طيب كيف يروح؟ يقول لك خلينا نمشي عرضي عشان تنفتح الأفق أمامنا في سقف القناة. هذا ابن الذين شوف إيش قاعد يرسم عليه اسمنت الجنوب، ماشي عرضي عشان يوخر سقف القناة فوق، وكأنه يخطط على أن يتوافق سقف القناة مع الترند. الهابط الرئيسي اللي حلم كل مضارب استراتيجي مستثمر فنياً أن يرى اسمنت الجنوب مخترقاً هذا الترند، وهذا الترند فين موجود؟ قريب 100-103، قيمة السهم اليوم 85 ريال. طيب نحن عادة إيش نسوي؟ نسحب الفيبو من قمة 2014. تعالوا نشوف لعله يساعدنا في تحديد الدعم الشهري ويبين لنا هو. نعم تخيلوا إنه واقف فوق 50 فيبو من 6 شهور قريب 84-85 ريال. يا الله، يعني وإن اختلفت الطرق إلا إن الوجهة واحدة بين الجنوبية والقصيم، ماشي عرض. ماذا نقول لو كسر خلال بربس خلال يونيو فتخلى عن 83؟ يا جماعة راجع 77 زي القصيم. لو تخطى على النظري أو كسر قيعان الشهر مو مايو إبريل اللي كانت عن 83 أو 82-30-83، يعني بالراحة دعم الاستراتيجي الشهري هنا. اختبر 200 والمية مرة تانية. طيب لو في شهر يونيو تخطى الجنوبي ترند هابط من القمة هذه، تعرف أين يخترقها؟ يخترقها باقتحام 87-88 ريال. أين الهدف الاستراتيجي على الشهري؟ 97 ريال النسبة الذهبية من 2014. ويا ويلي ويلي ويلي، قربنا من الترند وسقف القناة. وعشان يصير شمن كحلي وانشكاح، يعني اقتحام 97 ثم 103، وهذا ما يتمنونه ملاك الجنوبي. أما القنوع فطبعا حيلعب لعبته عند 97 ويقول كفاية، خليني أشوف ماذا سيقول إليه حال الجنوبية في المستقبل. وبعد الجنوبية نخش على